طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في البيت المدخل هي الرسائل اللي من يهمه الأمر، لكن يعني بخلفية بسيطة بتاعت الأسبوع الفات ده، يعني شايفين النظام إنه يعني بيحاول بقدر الإمكان يصرف أنظار الناس من أشياء ومن هموم ذاتية، يعني أصبحت في مسألة بتاعت حياة أو موت. دي من ضمن الرسائل اللي هي مسائل التضليل والتعبيش اللي قاعد يحصل في وباء الكوليرا اللي بنتكلم عنه احنا لنا اكثر من شهرين من بداياته حتى في مناطق شرق السودان، وامتد وانتشر الى ان وصل مناطق النيل الابيض. بكره حيكون في الخرطوم، لكن دي رساله ثانيه. الرساله الاولى اللي هي يعني موجهه للاخوه السودانيين وتحديدا الموجودين في الولايات المتحده، وبالتحديد في منطقه واشنطن الكبرى، واشنطن دي سي اللي هي منطقة ماريلاند وفيرجينيا وواشنطن، للوقفة الاحتجاجية بتاع تسليم المذكرة للسفارة السعودية وعبرها لحكومة المملكة العربية السعودية، واللي هي خاصة بموضوع سجناء الرأي الإخوة السودانيين المسجونين داخل المملكة العربية السعودية منذ شهر ديسمبر الماضي، يعني 6 شهور. نحن ماشيين لمثلة بتاع 6 شهور، هي مثلة بتاع الظلم، يعني الناس ما أخلوا بأي قواعد للنظام الملكي في السعودية ولا بأمنهم الغومي. هما ناس بعبروا عن آراء بتخصهم هما وبتخص وطنهم وبتخص شعبهم، وده حق طبيعي، يعني من أبسط حقوق البشرية يعني في العالم كله. هما تعدوا على حدود أي شيء يخص المملكة العربية السعودية حتى يتم اعتقالهم دون توجيه تهمة حتى محددة أو محاكمة أو تقديم للمحاكمة. هم الناس مرمين في السجن، وعليه يعني إنه المذكرة الاحتجاجية حتسلم للمملكة العربية السعودية غدا من قبل الناشطين في منطقة واشنطن دي سي. يعني احنا بنطالب أي إنسان سوداني شريف وطني غيور على وطنه وعلى الناس اللي بتعمل معه في مسائل التغيير وضغط النظام، انه بكره يكون هو جزء اساسي من الوقفه الاحتجاجيه. دعم الوقفه الاحتجاجيه بكره بيعني دعم لهؤلاء الاخوه المشتغلين داخل المملكه العربيه السعوديه، وحتى للاخوه المشتغلين داخل سجون النظام. وبالتالي انه يعني بكره فرض عين يا اخوان، هي المساله بتكون فرض عين لكل سوداني انه يخط نفسه في الموقف ده، يعني انه ناس مسجونين ظلما وبهتانا من قبل حكومة المملكة العربية السعودية أو أجهزتها الأمنية تحديدا ووزارة عدلها دون وجه حق. وبالتالي إنه لزم علينا أن إحنا كسودانيين لابد من التضامن والوقفة في يوم بكرة اللي هو 25 الموافق 25/5 الساعة 2 أمام السفارة السعودية في منطقة واشنطن دي سي، واللي هي المدة الزمنية للوقفة الاحتجاجية اللي هي ما بين الساعة 2 إلى الساعة 4 مساء، يعني هي فترة بتاع ساعتين. نتمنى حتى يعني نيويورك ما بعيدة كلها ساعتين، يعني نتمنى الناس الموجودين في نيويورك حتى ماريلاند وفيرجينيا إضافة لأهل واشنطن إنه يكونوا حضور في 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 أمام السفارة السعودية في تمام الساعة 2 ظهرا يوم غد 25/5. نتمنى انه الناس كلها تكون موجودة حتى تسلم المذكرة الى سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، وهي مذكرة احتجاجية تسلم عبرهم الى الجهات المعنية اللي هي وزارة العدل والأجهزة الأمنية في السعودية. نتمنى انه يتم اطلاق سراحهم فورا، لانه الظروف الصحية وظروف سرهم لا تستحمل، يعني لا تستحمل التأجيل. وبالتالي هو يعني فرض عين على اي سوداني انه يكون جزء من الوقفه بتاعت يوم بكره. بنأكد وبنترجى وبنتمنى من كل السودانيين بكره يكونوا حضور للوقفه من الساعه 2 الى الساعه 4 اللي هي ساعتين، يعني نتمنى من كل السودانيين الموجودين في منطقه واشنطن يكونوا جزء اساسي من هذه الحمله الداعمه لمسائل اطلاق سراح هؤلاء المعتقلين في او سجناء الرأي في المملكة العربية السعودية.
وبرضه يعني بنشكر يعني من الناشطين يعني ناس واشنطن، دكتورة دينا عبد الله عجوز، عندنا الأستاذ الإعلامي الصحفي المعروف خضر عطا المنان من الدنمارك، وطبعا عضو في أمنا سيتي انترناشونال، والدكتور محمد زين المحامي، لدورنا المتواصل يعني في مسائل المحتقلين دي على مستوى السودان وعلى مستوى المملكة العربية السعودية، تحديدا هسه في مسائل المملكة العربية السعودية أو سجناء الرأي المحتقلين داخل المملكة العربية السعودية، ولظروف لظروفهم الصحية ولظروف أسرهم ولظروف احتقالاتهم وملابساتهم ومسائل الظلم الواقع عليهم. يعني نشكر كل هذا، نشكر كل النشطاء داخل السودان وخارجه، لكن بس انا ما داير اذكر اسماء كثيره، لكن ديل الناس اللي متحركين في الخارج، يعني في السعوديه في ناس محمد ادم وناس مشكورين، يعني في مجموعه من الشباب متحركين في الاتجاهات دي، انا ما اقدر استحضر كل الاسماء، ولكن يعني الشكر كل الشكر لكل النشطاء، لكل النشطاء السودانيين اللي واقفين بالذات في مسائل المحتغلين السياسيين او ماخذين جانب المحتغلين السياسيين بحكم دور بحكم نشاط ومواقفنا الوطنية، يعني ما داري مننا أي شكل بتاع إسكاء وتسني يعني. بس بنأكد إن إخواننا بكرة الوقفة الساعة 2 ظهرا قدام أمام السفارة السعودية في منطقة واشنطن دي سي، نتمنى من كل السودانيين في واشنطن الكبرى نقصد ميريلاند وفرجينيا على واشنطن إنه يكون حضور تمام الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 4، واللي هي دي الفترة بيتسلم منها المذكرة الاحتجاجية لسفارة المملكة العربية السعودية وعبرها إلى حكومة المملكة العربية السعودية. ده ما نأكده في الجانب الأول، دي الرسالة الأولى، واللي هي دي لما في وقفة تانية. الوقفة التانية برضو يوم غدا، يعني هنا الوقفتين المتغالين في واشنطن، وبكرة في الوقفة التانية اللي هي الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الصحة الاتحادية في السودان، واللي هي دي خاصة بموضوع التعتيم الإعلامي ومع مسائل تغبيشه ومسائل يعني تغبيش الوعي بتاعه من خلال المذولين اللي بيصرحوا يعني، ودي بيتحمل مذوليتها النظام بشكل كامل، لأنه الليلة لا يخفى على أحد إنه الكوليرا يعني تكاد تبيد كل أهالي من الأبيض، وهي مرحلة يعني الكوليرا إخواننا هي بكتيريا سريعة العدوى بتصيب الأجهزة الجهاز الهضمي ده والمسائل دي، وبالتالي شنو يعني سريعة الانتشار لأنها هي بكتيريا، وبالتالي شنو يعني العدوى بتاعتها يعني سريعة جدا، وبالتالي النظام بدلا من إنه كان يتخلى عن مسائل التضليل وتغبيش والتغبيش بتاع الوعي للشعب السوداني، إنه كان يواجه الحقيقة إنه يا أخي في كوليرا، وإنه كان يبدأ بإرشادات على الأقل طبية وتوعوية بالنسبة للمواطنين حتى إنه يتفادوا مثلا انتشار العدوى، بنلقى النظام عاصب بيتماجى يعني عنده مصطلحات بيجيبها كده أنا ما عارف منين، ذول يترك يقول لك دارين نحلله، ده كولرا يقول لك دي سهالات مائية، يعني أصلا يعني النظام عدو لأي حقيقة، عدو لأي حقيقة رغم إنه إجابهاته كثيرة يعني الناس يعني، لكن يعني في مسائل الحياة والموت حتى للمواطن يعني خليك من انشغالاته أو يحاول يشغل الرأي العام بأشياء أصلاً المواطن لا ما بتعني بأشياء، حكومة وفاق وما عارف ده وزير مزور ما بتعنينا بأشياء، لكن الكل اللي بتعني أي مواطن، لأنه ده وباء غاتل الضيق المعيشية بتعني أي إنسان، لأنه دي حياة، الخدمات المدارس الخدمات الصحية تحديداً التعليمية مهمة لأي إنسان، الخدمات حتى التحتية مهمة لأي إنسان في بالذات في موسم زي موسم الأمطار، وبيحصل فيه وباء والحكومة لا زالت إنها بتمارس فيه مثال التضليل والتغبيش دي، وده ده ده موسم أمطار يعني غادم يعني مثال أصل الأمراض بتكثر فيه، فما بالك إنه أصلا يكون في وباء موجود، يعني انتشاره حيكون الزيادة بتاعته بنسبة 10%، بالتالي انه النظام ما داري يواجه المسائل دي، وهسه الليله يعني احنا مثلا مستشفى كوسي يا اخواننا عم تغلق تم اغلاقه يعني. الناس بتستشفى وين؟ في المدارس تحت الاشجار بتاعت النيم، دي المحل الليله اللي بتنفوا اسعاف الناس المرضى. الكوليرا يا اخواننا ابادت مئات الارواح، ابادت مئات الارواح، العدوى انتقلت للالاف الالاف، يعني هو باعتراف النظام بيقول 2700،
يعني النظام لو قال لك 2800 معناها الحقيقة بتكون أكثر من 20,000. النظام لسه بيقول إنه الناس اللي ماتوا ديت حوالي 100، والناس اللي ماتوا على حسب المعلومات الواردة من الناشطين موجودين هناك وبتاع فقط 100. يبقى أصلا يعني مسألة التضليل ده حتكون متواجدة. بالتالي بكرة في وقفة، والوقفة دي برضو دفاعا عن نفسك أنت، دفاعا عن نفسك، لانه حتى لو موجود في الخرطوم ما بيعني انك انت موجود خارج الدائره بتاعت انتقال العدوى، لا انت العدوى جايات اصلا. وبالتالي انه الحكومه او النظام تحديدا ممثل في وزاره الصحه ومجلس الوزراء الجديد ده ما اعرف كيف ده، انه هم يستحملوا مسؤوليتهم الكامله بمسائل مواجهه الحقيقه. يا اخي اعلن للمواطن انه يا اخي في كوليرا في السودان، وكوليرا ومدى انتشاره كبير جدا، السيطره عليه ما حاجه سهله. وبالتالي قوم انت بنشر التوعيه الطبيه اللي بتقوم تحمي بها فرد واحد انه ما تنتقل له العدوى. فرد واحد انه ما تنتقل له العدوى يعني انت واجه المسائل دي، ده دورك انت كنظام، ده دورك انت كحكومه. انت بتقوم بالمسائل دي بتاعت التوعيه يعني. لانه اصلا هو في وباء منتشر. وفي نتائج له وفيات بالمئات. في انتقال عدوى له بالالاف. يعني الكوليرا يا اخواننا من 3 ما بينجوا 2، لو هم 3 اصيبوا 2 ما بينجوا. اذا في حاله بتاعت نجاه ربنا كاتب حاله بتاعت بكل واحد. فلما تقول بالاف معناها انت لسه حتستقبل مغابر بالعدد الكبير ده كان. بالتالي في ازمه، وفي في, في ازمه صحيه موجوده الليله في السودان، وفي هو المصلحه شنو من النظام انه يعتم ده السؤال؟ المصلحة شنو؟ يعني انت ما كفتك خلاص الحروب بتاعت دارفور صفيت فيها مئات الالاف من الناس، ولا الناس اتفرتهم بموتولينا في في في, في اليمن دي؟ يعني يا اخي في مثال يا اخواننا، مثال التوعية دي يا اخواننا للشعب المفروض يعرف، الشعب المفروض يعرف يا اخوان الشيء الحاصل شنو بالضبط، عشان هو ذاته يتفادى مثال انه يقع في مثال المحظور اللي هو انتقال العدوى ذاته. يعني الليله النظام بيتستر. بالتالي وقفة بكرة دي بتقوم تلفت الانتباه. الإعلام يا أخواننا، الإعلام في السودان إعلام معتم، إعلام مضلل، إعلام يعني يقودوه المخنثين يعني في السودان. يعني ناس ما عندهم رأي، ناس يعني ناس هم ما عندهم موقف، ما عندهم يعني هي الصحافة دي شنو؟ هي ما مصداقية أصلاً، هي أصلاً مصداقية. هم ديل ما عندهم. وبالتالي لا يرجع إنه الإعلام بتاع النظام الليلة يتوجه لمسائل دي. ولا فيهم الرجل ممكن يواجه مسائل دي. وبالتالي يعني اصلا الناس بتعتمد حتى على وسائل التواصل دي على اساس انه توعي المواطن انه الحاصل شو. الناس ما عارفه. يعني انا قبل خليك من الكلام اللي انا بديته قبل 3 شهور، لكن قبل البعد لما بقول كده في ناس بيقولوا ليه يا اخي انتوا كذابين قاعدين لنا برا ومرطبين وبتاع، في حين انه كل كده بعدت اصلا قرابه الالف. دي مشكله يا اخوان. مش بتستحمل المسؤوليه طارق بريجل وزير النيل الابيض، وزير الصحه في النيل الابيض، ولا كاشا ولا حتى قردة بتاع الصحة المركزية ده، وإنما بيستعمل مسؤولية النظام ككل يا أخوان. وعلى راسهم البشير ده، على راسهم البشير هو صح هاي مجرم وهارب من عدالة، لكن في دي دي عدالة أرض دي في السودان، ده كلام ده في السودان، ده للمواطن بتاعه الأرض الله بيظهر منه أصلا هو بيصفي فيه يعني. وبالتالي في مصلحة. هي المصلحة شنو؟ أنا ما قادر أرد، ما قادر ألقى إجابة حاليا، إنه المصلحة شنو من النظام؟ إنه يعتم على مسائل زي دي وبروحه ضحيتها المئات يوميا يعني. يعني المستشفى كوتي بيخلص. بالتالي يعني أهمية الوقف بتجي من هنا يا إخوان. لأنه الوقف في حد ذاته حتى لو انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي بتخلق حالة بتاعت وعي، بتلفت الأنظار. والشكر هنا كل الشكر للجنة أطباء السودان. لأنه أسف قاموا بيان، قاموا بحفريات للمناطق كلها، مناطق النيل الأبيض كلها. قطينا، كوسي، ومجر، الغرة الصغيرة دي، ربك، كلها قاموا بإحصائيات يعني، قاموا بإحصائيات وهسه الناس قاعدة تنشر فيها على السوشيال ميديا عشان الناس تعرف كمية الوباء وكمية الخطورة الماشية عليهم يعني. والخرطوم ما في مأمن يا إخوان. الخرطوم هي ذات كارثة. مستشفى كوسي أمس تم إغلاقه. الناس بتتسجل في المدارس وفي الجرانين. ومع ذلك يطلع لك اي واحد بيصرح لك بيقول لك يا اخي دي سهالات مائيه. يا اخي سهالات مائيه اللي سهالات المائيه دي المصطلح ده جو منين انا ما بعرف.
معامل يعني حتى لو قلنا السودان ما في معامل اخواننا ما في معامل طبي السودان هاي ممكن يسورد لك اجمل الاساتذه عشان المغطر وممكن يسورد لك اجمل العربات عشان الدول الناس الحوار الوطني وممكن يسورد لك اجمل العربات الدول الناس البرلمان وممكن حاجات الترفيه بتاعتهم كلها يجيبوها لكن ما بيجيبوا لك اجهزه طبيه متقدمه الليله عشان الليله يتم بها فحوصات في السودان ما في ما في ولا بيسمحوا لك ذلك يعني هي مثلا الدول العلاج الرفع منه الدعم ده بقى على كل المستوى الاجهزه بتاعتنا اخواننا متخلفه السودان ما في اجهزه طبيه متقدمه عشان يقدر يعني يعرفوا بها ايش شبكنا سالات ما هي سالات ما هي وانما هو ده كولر يا اخوان كل الشروط بتاعته والوصف بتاعته ذاته واضح دي علامات الكولر يعني حالات بتاعة اسهال واستفراء لمده يومين اليوم الثالث بتموت يعني وده قاعد يحصل هسه شنو سالات مية؟ نحن ما فاهمين سالات مية دي شنو يعني لكن كل دي كلمة عامة وجاملة معروفة طبيا يعني هي حالة بتاعت استفراغ مع حالة بتاعت اسهال سالات مية دي نحن ما عرفنا هنا في حالتين هنا يبقى اخواننا عن مسائل التوعية والارشاد من الحاجات دي اللجنة تطبع السودان مشكورين هم هسه قاعدين يقوموا بمسائل التوعية في على مستوى امكانياتهم اللي هو مسائل التواصل الاجتماعي وعندهم صفحتهم نحن هسه قاعدين نبشر بها وقاعدين ننشرها في الجروبات بتاعتنا على اساس انه الناس تخش فيها وتتملك الارشادات الطبيه اللي افترض تكون لها وغايه من العدوى اذا بالتحديد للناس اللي عندهم يعني مريض يعني بتلقى العنقريب جايبين له هسه شترنين في كوسي وتلقى الام والاخت والابو كلهم قاعدين معاهم في نفس السرير يعني ده كله شنو؟ نتيجه عدم المام بمسائل الارشادات التوعية ذاته في انه يا اخي المسائل دي عدوته بتتنقل كيف؟ وانك انت ممكن تتجنبها كيف؟ مهما الدول عايم من قدرتك وانت حرض عليه. بالتالي وقفه بكره دي يا اخواننا لانه الاعلام معتم ومضلل وواصل في مسائل تقبيش الوعي بتاعته دي بالنسبه للمواطن، بالتالي ما بنرجى منه نحن خير ولا حنرجى منه خير. وبالتالي بنرجى خير منك انت بمساهمتك وبوقفتك بكره في 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 امام وزاره الصحه الاتحاديه دي بكره الوقفه الاحتجاجيه على اساس انه يا اخي النظام يفترض يواجه الحقائق مفروض يعلن للمواطن انه في كوليرا في وباء بتاع كوليرا وباء قاتل وخطر وانه النظام يفترض يوجه وسائل اعلامه المحدوده دي لمسائل بتاع التوعيه وارشادات طبيه تقي المواطن من انتقال العدوى ده الغرض يعني هي المساله ما يعني بكره الوقفه الاحتجاجيه عشان ما سياسيه عشان تتخاف لي منها لا دي مسائل صحيه دي حياتك اليوميه ودي انت بتقي نفسك بس من انتقال العدوى لانه ممكن تجيب والخرطوم ما في مأمن يا اخوان ما في مأمن عشان الناس تكون واعي للمسائل دي يبقى وقفتك بكره دي وقفه بدون تلفت الانتباه ولفت الانتباه يا اخواننا في حد ذاته توعيه لانه المواطن بيتساءل ليه هذا المعلوم انه يفهم انه ما في حاجه اسمها سالات مية، في كوليرا، في وباء بتاع كوليرا. وخطر وسريع الانتشار في العدوى. وبالتالي يجي مقاومته بارشادات توعويه بالنسبه للمواطن يفهم هي انه هو ممكن يتفادى العدوى كيف. خلينا نديهم مثال العلاج وكذا. اذا كان مستشفى زي مستشفى كوسي بيتم اغلاقه بالكامل. والناس حاليا بتعتمد في المشافي بتاعتها على المدارس وعلى شتر النيم يعني. يعني اشياء مخجله يا اخوان. والناس ممكن ترجع في كلامي ده ممكن ترجع للجنة أطباء السودان عندهم بيان ومحددين لك فوق عدد الإصابات خطيرة جدا يعني بتلقى يعني قرية صغيرة خليك منهم جر البدت منها الكارثة يعني قرى ثانية صغيرة بتلقاها جدر كده صغيرة كده بتاع بتلقى الحالات اليومية من 60 ل 70 يعني القرية حيكون فيها كم يعني لما تكون فيها من يوميا من 60 ل 70 يعني خلال 10 يوم انتهت ليه معناه في انتقال سريع جدا للعدوى وفي عدم ارشادات وتوعيه بالنسبه لانه يا اخي كيف تستفاد المسائل دي؟ ليه ده كله جاي يا اخواننا بسبب النظام تحطيم النظام والتحطيم الاعلامي والتضليل والكذب والنفاق بتاع النظام واعلامه هو اللي ادى للكارثه دي. لانه المواطن لا يعيش. انت كنظام او كحكومه يضطر تقوم بدورك في مساله التوعيه والارشادات دي وواجه الحقائق وخطها بمسمياتها يعني. خلينا بالمسميات بتاعت السرقه والكذب والنصب دي. خطها بمسمياتها في وباء بتاع كولر يا اخوان. في وباء بتاع كولر الناس ما جاء في الحقيقه بكل اعراضه بكل اصواته بكل شيء
وارجع يعني في البيان هناك بوريك ان الحالات خطره جدا. يعني ما في حاجه اسمها حالات مائيه بيكون في كل المناطق دي. وبنسبه بتاعت انتقال عدوى يوميا الاصابات ما بين 60 ل 70 في بعض المناطق، 80 في بعض المقاطع، 40. يا اخواننا دي نسب عاليه جدا، وده وباء يعني مبيد للبشريه. المصلحه منه ومن مسائل التحتيم دي شنو من النظام انا ما عارف. يا هو القتل طبعا، ده القتل يعني. لكن مثلا انه يجي يترشح لك ويقول لك يا اخي والله لا نحن متابعين وعندنا احصائيه 2700 ده العدد المصابين، وعندنا حوالي ما عارف 53 و100 وما عارف شنو ده الماتوا بتاع. يعني تقليل يا اخي. روح الواحده بالمناسبه عندها اهميه، خليك تقلل في المسائل اللي دي بتتكلم عنها وبتقول لي سهالات ماليه. سهالات مائيه يعني المصطلح ده جاي من انا ما عارف. عموما يا اخوان وقفه بكره دي مهمه جدا، بالذات للنشطاء الموجودين، انه بكره يا اخواننا الوقفه دي مهمه جدا لانها بتعني انتباه، بتعني حاله بتاعت انتباه للمواطن البسيط ماشي في الشارع ده. بيعرف التغطيه بتاعت التواصل الاجتماعي، النشطاء ما قصروا وحيواصلوا في انه يوعوا الناس، لكن التواصل الاجتماعي اللي ما بغطي لنا السودان كله يعني ما زي وسائل الاعلام بتاعت النظام. وبالتالي شنو الوقفه بتاعت بكره دي يا اخواننا جزء اساسي جدا في انه احنا نساعد به ذول يغي نفسه من انتقال العدوى. خليك من الانسان الاصيب. الانسان اللي ما اصيب حيصاب، واذا ما اصيب في اللحظه دي حيصاب بعد دقائق. وبالتالي بتنقل المسائل زي دي. يعني احنا نقوم بدورنا. يعني احنا كمنظمه مجتمع مدني نقوم بدورنا. والنشطاء يقوموا بدوره. لجنه اطباء السودان قايمه بدور عظيم جدا. والناس تقوم تساعدها فيه وتتضافر فيها معه. عشان نقوم نوصل رساله، يعني نقطع الخط للنظام وسياساته دي. يعني هي اصلا سياسات مدمره للوطن وللشعب. وده واحد من الامثله، هسه الكلام اللي بيحصل ده واحد من الحاجات اللي بتحصل. خليك من مسائل الفساد والقتل والنهب والاباده وكده. دي حاجه كده يعني انه بس يعني زي ما هم قاري انا تصريح الليله في الجرائد بيقول لك انه الدوله لا تمنع الموت. شنو الدوله ما بتمنع الموت؟ الدوله اذا ما بتقوم بحاجه، الدوله اذا كان بتقوم بدورها بتمنع الموت. يعني هسه ال 2700 دي لو كان من قبل 3 شهور تمت الارشادات والتوعيه غد ما تستغلون العدو. انت قوم بدورك. ليه في دول الغرب دي 5 سنوات ما تلقى الدوله ما تفيها 5 اطفال. 5 سنوات ما تلقى الدوله ما تفيها 5 اطفال. ليه؟ لانه في متابعه. في توعيه، ولو في حاجه ما بتستوعب في شفافيه بيطلعوها طوالي وبوروك تعمل شنو ما تعمل شنو. والمنطقه المبوءه دي بتحكم منها غاب. بكرتونوها. انت كدوله احسن ما يا اخي قم لنا بس بالتوجيه يعني علنا الحاله وسميها بالمسمى بتاعها انه في وباء بتاع كوليرا. ويا اخوانا دي الارشادات الطبيه بتاعت انه كيف نغيكم من مثال انتقال العدوى. وبعد كده عندي الارشادات الناس بتمشي بيها وبتقوم بتخفف المساله دي. لكن ما بتيجي طوال تتبجح وتقول يا اخي انت بتعتم وما قدرت تطلع حقيقه وبتقول يا اخي الدوله ما بتمنع الموت. لا، الدوله بتمنع الموت. اذا دوله مذوله وبتقوم بواجبها بتمنع الموت. لانه هسه ممكن يموت لين اكثر من 100,000. لكن الدوله اللي قامت بدور من قبل 3 شهور ممكن الموت ما يتخطوا 1000. ممكن تكون انقذت حياه 100,000. يعني التحتيم والتضليل والتخبيش بتاع الوعي للمواطن السوداني من قبل النظام ده عنده مصلحه. والنظام بس بيفكر في مصلحته بتاعت الاستمراريه. بس مصلحته بتاعت الاستمراريه انه يكون بس ده موجود. وده الخلل الكبير يا اخوان. الناس انا اتخيل النشطه بكره عليهم رساله كبيره جدا يقوموا لازم يوصلوها كمنظمات مجتمع مدني يقوموا بالدور الكبير ده. وكل مجتمعات المجتمع المدني يساندوا لجنه اطباء السودان يا اخوان المركزيه في انه يوصلوا الرسائل دي للمواطن، يوعوا المواطن ويغوه يعني ما امكن يعني. لانه الدوله ما عندها دور والدوله ما بتقوم والدوله مصلحتها الناس تموت. لانه دي السياسه بتاعتهم يعني واضح انه طريقه المنهج بتاعتها اللي هي السياسه بتاعت قتل يعني ما اكثر من كده. فالناس تكون واعية والناس يا اخواننا تقوم برسالتها وبدورها كمنظمة مجتمع. اهلنا دي اخواننا بسيطين والله بسيطين ومساكين جدا وما فاهمين الحاصل شنو. بيقولوا لي سهالات مائية اللي سهالات المائية دي شنو ما عارف ان هم ذاتهم لكن سهالات مائية ولا يعني ولا بيقولوا لي فيها عدوى ولا بيقولوا لي فيها كده. يعني احنا شايفين يعني الصور. شكرا للنشطاء كلهم يعني اللي بيصوروا الحاجات فعلا يعني بتثير غريزتك الانسانية يعني كبشر يا اخي. لكن ده نظام متحجر متبلد. نظام ما بيعرف غير لغات الدم والموت. ما بيهتم.
نظام بيهتم بفساده وسرقته وحاجاته دي، لكن ما بيهتم بحياة مواطن، ولا بيهم المواطن، ولا بيهم البطن، ولا بيهم شعب. بالمختصر المفيد يعني. يعني بتشوف يعني انت في العنقريب راكدين تحت شجرة نيم، بتلقى الاب والام والاخت والاخ كلهم قاعدين مع المريض في السرير. ده يندل على شبدي على انه يا اخي ما في زول بتاعته قال له انه الموضوع ده في واحد والله ما في واحد. كانه دول راجل كده عنده نزله والله عندهم لا، النزله بتاعته الناس عارفين انها بتدي كده تلغيا بيقوم بيزحوا الا دول ديل دول عندهم لاري. لكن دول بيتفرغ ودول بيسهل. يعني 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 في حاجات بسيطه بوريك انه احنا ده الناس بسيطين يا اخواننا، دارين المساعده والله دارين المساعده ودارين الدعم ودارين ذول يوعي يا اخواننا، ذول يرشد يا اخواننا. المسائل دي مسائل بتاع كولر يا اخواننا. الحكومه هي بتغطغط، ما تسمعوا لي كلام الحكومه، الناس بتمشي مع الحكومه ومع الام الحكومه الساذج ده المضلل ده. الناس يوعون يا اخواننا، لا لا ما كده. دواء بتاع كولر قاتل سريع الانتشار معدي جدا، وبالتالي الناس يعني تخفف الاضرار وتساعد اهل المساكين ديت بشنو؟ بتوعيه طبيه انه يا اخي انت اعمل كده واعمل كده عشان تتفادى المسائل بتاعت العدو دي. يعني اغني نفسك يا مرحبا بك ابو عبد. فيا اخواننا بكره الناس تقوم بدور، يعني تقوم بدور يعني نشطاء منظمات المجتمع المدني هنا. يعني الوقفه الاحتجاجيه قدام وزاره الصحه الاتحاديه بكره مهم جدا يا اخواننا، مهم لانه يعني بيمثل لنا خط تيار مضاد لمسائل التضليل اللي بيقوم بها اعلام النظام الليله، وبلفت انتباه الناس والناس بتقوم تزعل يا اخواننا ليه ونقدم على وقف هنا ماله. والوسائل التواصل الاجتماعي بتقوم يعني بتركز بتنقل لنا الحاجات دي، بتقوم توعي زياده، لانه ان كان هي بتغطي لنا حوالي 12 مليون على حسب احصائياتنا نحن بنعرفها، من 7 ل 12 مليون دي يوميا بتغطي بوسائل لنا، لكن السودان 40 مليون يا اخوان. يعني نسبه 7 ل 12 مليون تغطيه في السودان ما بطاله، بالنسبه لبلد زي السودان ما بطاله في ظروف قمعيه وتحطيم وحريات وقمع وكده، لكن لسه يا اخواننا السودان لسه فيه 30 مليون تاني. بالتالي يعني احنا طالبين بوسائل كثيره، ابتداء وسائل كثيره يعني نوصل من خلال الرساله بتاعت التوعيه، وانه كيف الناس تغني نفسها في مسائل انتقال العدوى السريع، وانه الحاجه الحاصله بالضبط يا اخواننا هو وباء الكوليرا القاتل. يعني ده وباء قاتل جدا، والنظام بيتحكم عليه لمصلحه من؟ لمصلحه النظام واستمرارته فقط. يعني بكره بس للتذكير يعني مره ثانيه ما شايف في ذلك، لكن للتذكير بكره عندنا وقفتين يا اخوان، ولوقفتين مهمات جدا. الوقفه الاولى في واشنطن دي سي في الولايات المتحده الامريكيه، في واشنطن دي سي ومنطقه واشنطن الكبرى، ودي وقفه احتجاجيه لاطلاق سراح سجناء الراي في المملكه العربيه السعوديه. الاخوه ابو القاسم والوليد ابو القاسم والوليد ثاني حاجه في الغلط ده. الأخوة أبو القاسم والوليد و المهم سجناء الراي في المملكة العربية السعودية على الدين الدفينة وأبو القاسم والوليد دي سجناء راي في المملكة العربية السعودية. بكرة الوقفة الاحتجاجية حتكون أمام السفارة السعودية في واشنطن دي سي. نتمنى من كل السودانيين ده فرض عين، نتمنى من كل السودانيين ما امكن انه بكره يا اخواننا الساعه 2 ظهر التجمع حيكون امام السفاره السعوديه في واشنطن لتسليم مذكره احتجاجيه على ظروف وملابسات اشتغال هؤلاء نشطاء الراي. الاخوه الموجودين في داخل السجون السعوديه بدون وجه حق. وهم يعني لم يرتكبوا اي جنحه او جريمه تمس الأمن السعودي أمنهم القومي أو أي جريمة كانت، وإنما هم بيعبروا عن رايهم في تضامن، ورايهم بيعبر عن تضامن مع شعبهم ومع وطنهم في قضايا الداخلية. هم بنات سودانيين وبيعبروا دعما لمسائل التغيير وإضغاط النظام في السودان. ده كله جريرتهم يعني، ده ذنبهم يعني. رموا في سجون الأنظمة السعودية النظام السعودي بدون وجه حق، بدون محاكمات، وبس يعني مرميين في ظل ظروف صحية صعبة جدا ونفسية، صحية ونفسية صعبة جدا. عندهم أسرهم في الخارج داخل السعودية بيعانوا 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 بيعانوا،
وبالتالي الوقفة والتضامن بكرة في 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 زمن تسليم المذكرة للسفارة السعودية وعبرها لحكومة المملكة العربية السعودية مهم جدا، مهم جدا وفرض عين يا اخوان. الناس لابد من ان نقوم بدور ده بالشكل الكامل. والرسالة الثانية هي الوقفة الاحتجاجية، الوقفة الاحتجاجية بكرة برضو يوم 25/5 برضو امام وزارة الصحة الاتحادية. ودي حتى انه الحكومة تواجه الحقائق الحقيقة وتقوم تسميها بمسمياتها وتقوم بدورها في مسائل بث التوعية لمسائل انتشار العدوى من وباء الكوليرا. يعني بكرة الوقفة دي مهمة جدا كمان لمنظمات المجتمع المدني وللناشطين وأحزاب سياسية ونقابات وأي سوداني حر شريف، بكرة مفروض يكون جزء من هذه الوقفة، لأنه أخواننا الوقفة دي قد تساهم في انقاذ مئات الآلاف من السودانيين البسطاء، يعني الماشيين مع خط التطبيق بتاع النظام في انه دي سهلات مائية. الناس يعني تعمل فلوس صوب وتعمل كروس على الاسم بتاع الاسهالات المائية دي وتسميها بمسماها الصحيح وهو وباء الكوليرا الغاتل يا اخوان، وسريع الانتشار سريع العدوى وغاتل بدي 3 يوم والموضوع انتهى. وبالتالي شنو يعني تكون في ارشادات توعية لعدم انتشار العدوى. والكوليرا الهسع الليلة في النيل الأدركية جاية من مناطق شرق السودان، بكرة حتكون في الخرطوم والطامة حتكون أكبر. بالتالي دي رسالة، الرسالتين اللي أنا مهتم بهم إنه تصل للناس. ده ما يخص لي. أيوة نعم مع محمد المصطفى، الحرية المعتقلة السودانيين بالسعودية. والله اي نظام دار الناس تموت، ده واضح كده يعني شكل التعتيم في مسائل صحيه ومسائل بتاع وباء قاتل زي ده، والنظام لسه بيضلل في الناس بيقول لهم ده مثلا بتاعت اسهالات مائيه يا بوعد. يعني واضح انه بناء، لكن الناس فهمت كلمتين وده ما سؤال الان ذاتي بدل يعني، لكن الناس اخواننا محتاجه الناس وقعت حطايله الاعلام المضلل ده والمغبش للوعي الجماعي ده لمده 28 سنه. فالناس نحن مطالبين بعمل بتاع توعيه كبير جدا يا اخوان. والناس تقوم اي زول يساهم بدور واي زول يساهم بموقع واي زول يساهم بامكانياته. يعني مساله التوعيه. يعني احنا قلنا مساله التوعيه يعني النظام بيعرف تماما وبيعي تماما اخطر سلاح ضده هو سلاح التوعيه يا اخوان. عشان كده بنقول في المية لانه دارينا بالتوعيه. دارين الانسان يكون شنو عارف حقك. ابدا التغيير من نفسك. دي الحته يا ابو ودي دي الرساله اللي احنا كلنا بنعمل في اتجاه انه مساله التوعيه، لانه ده السلاح ده السيف الخطر على النظام، ده اللي بيضغط النظام التوعيه. اذا ما نحن يعني قمنا بدورنا بشكل واعي كده ومتواصل في مساله التوعيه ما بكون في نظام، لانه ده نظام جهل يعني قبل كل شيء، نظام بتاع الجهل ونظام بتاع التضليل. طيب دكتور تلال مرحب بك، غدا ان شاء الله لايف عن الكوليرا ونتمنى ايوه المهم دكتور تلال اللي هو بكره بيتكلم عن انه في لايف برضو عن الكوليرا، اللايفات حتكتر عن الموضوع ده كمسائل توعيه، لكن نتمنى اي دول يقوم بدور يعني كل المنظمات المجتمع المدني النقابات الاحزاب السياسيه اي دول مطالب بانه يلعب دور في انه ينقذ حياه مواطن، لانه النظام بيعمل للتعتيم والتضليل وقلنا التغبيش ده. فبكره اخونا دكتور طلال عنده لايف نتمنى الناس تتابع. ايوه اللي هو دكتور طلال والاخ السماني دكتور السماني متفق بكره حيكونوا مشاركين تقريبا مع بعض في اللايف عن الكوليرا. نتمنى بكره الناس تتابع. لانه برضه يكون في يعني ارشادات يكون في يعني معلومات جديده يعني ابديتد للشيء الحاصل بالضبط في السودان، وغادي يكون عندنا خيارات اكثر وبتاع هناك حيقوموا يوصلوا لنا الرساله بشكل عادي. اتمنى بكره الناس تتابع اللايف بتاع الكوليرا عن الكوليرا اللي هو بتضيفه اخونا السماني دكتور السماني والدكتور طلال ويدينا معلومات اكثر وبيفيدنا اكثر. اتمنى بكره الناس تكون متابعه. اتمنى ان الناس بكره تكون متابعه لي اللايف اللي هيحصل ده.
بس دي رسائلي. تحية لكم، تحية للشعب السوداني، تحية للمحتغلين داخل سجون النظام، على رأسهم شيخ المحتغلين دكتور مضوي إبراهيم والطالب عاصم عمر، ولكل المحتغلين السياسيين في السودان، للمحتغلين الرافي السعودية الوليد وعلاء الدفينة وأبو القاسم، نتمنى لهم إطلاق سراح فور إن شاء الله، مو عن قريب إن شاء الله، بدعمكم بوقفاتكم تضامنكم معها وجودكم فيها خليكم بيمثل لنا الغرض أو الشيء اللي نحن دارين نطلعه اللي هو إطلاق سراح هؤلاء المحتغلين السياسيين أو سجناء الرأي بشكل عام في السودان وفي السعودية. أتمنى تعملوا شير للفيديو ده، والسلام عليكم ورحمة الله، نلتقي في فيديو قادم. والتحية لك برضو شكير أحمد، يلا السلام عليكم.